أهلا من جديد. هاشتاج عمرو وردة متحرش للأسف مو أول مرة بنشوفه بيتصدر الترند عربيا، واليوم رجعنا نشوف الهاشتاج متصدر المنصات، والسبب اتهامات تحرش جديدة بتواجه لاعب المنتخب المصري ونادي باوك اليوناني. ففي فتاة تدعى فيدرا تقيم في الإمارات، وعبر حسابها على إنستغرام نشرت ستوريز فيها تسجيلات صوتية وسكرين شوتس لرسائل بينها وبين عمرو وردة، وقالت إنها تعرضت للتحرش من قبله، وأنه دعاها تيجي عنده على الفندق، ولما رفضت شتمها وهددها بأنه يبعت الرسائل لأهلها وأنه حينتقم منها. وقالت كمان أنه تواصلها معه وتهديداته كان عبر سناب وواتساب كمان. الموضوع أخذ ضجة وزخم كبير، خاصة وأنه وزي ما الأغلب عارف هذه مو أول اتهامات من نوعية هذه توجه لعمرو وردة، فاللاعب بنقدر نقول صار عنده تاريخ من اتهامات من هذا النوع. فمرة لما كان بيلعب في البرتغال اتهم بالتحرش بزوجات لاعبين معه في الفريق، مرة صحفية يونانية اتهمته بالتحرش، مرة عارضة أزياء مصرية، ومرة عارضة أزياء مكسيكية. هذه الأخيرة تحديداً كان يمكن أكبر الأزمات، فوقتها خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 انتشر له مقطع مخل وكان سبب في استبعاده من المنتخب، ووقتها طلع في فيديو واعتذر وتراجع اتحاد الكرة عن استبعاده طيل البطولة، واكتفى بأنه أوقفوه في الدور الأول. أما هذه المرة فاللي كثار شافوه مستفز في الاتهامات الجديدة هو توقيتها، فعمرو وردة طلع في مقابلة بداية هذا الشهر في برنامج اللعيب، قال فيها أنه اعتذر في الأزمة الأولانية علشان يرجع يلعب بس، ووقتها كثار انتقدوه وشافوها مكابرة وإمعان في خطأ. اعتذرت؟ انا اعتذرت عشان خاطر ارجع العب، ومش هقول لك مين قال لي اعمل فيديو عشان اعتذر. هو في حد ما بيكونش غلطان ويعتذر؟ انا عايز العب. انا يعني لو كنت عملت الفيديو ده انا كنت مشيت. مين اللي قال لك اعمل فيديو من غير ذكر اسامي؟ مسؤولين يعني؟ انا مش كده مسؤولين. انا تربيتي انا تربيتي من وانا صغير عمر ما هقول اسم بني ادم على الهواء، ولا عمري هتكلم على حد وحش. دي تربيتي من وانا صغير. طبعا زعلان من ناس كتير قوي ان هي بتقول كلام عليا مش كويس بعد الموضوع ده وكلام انا ما استاهلش كده. واحد غيري كان بطل كوره. ده حقيقي؟ انا بقول لك بصراحه ده حقيقي. زعلت طبعا، زعلان طبعا، زعلان عشان خاطر الناس طول عمرها كانت فاكره ان عمرو وردة راجل في الملعب، بس بعد ما سمعت كلام قال لك ده كذا 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 كان في حد عايز يوقعني. خلينا في لا انا كان في حد عايز يوقعني. طيب بعد هذا التصريح طلعت اتهامات اليوم وانفتحت أبواب النار على وردة اللي طلع هو كمان ورد على الاتهامات الجديدة. أنا عندي النهاردة ماتش، ولا عندي انستجرام ولا عندي فيسبوك ولا عندي سيبوني ألعب كورة يعني. سيبوني ألعب كورة، أعمل له هايك بقاله شهر ونص، سيبوني ألعب كورة. النهاردة عندي ماتش في الكاس ويدعو لي، سيبوني ألعب كورة، ولا عندي أي حاجة على السوشيال ميديا. كفاية كفاية قوي يعني. زي ما شفتوا وردة قال حساباتي مخترقة وعندي مباراة وتركوني أركز، وفي تصريحات صحفية ثانية قال كمان أنه خطب من 3 شهور من غير ما يعطي أي تفاصيل إضافية. مو بس هو، والده كمان رد، ورده كمان كثار شافوه غريب صراحة. فهو قال أنه ما بيناقش مع ابنه هذا الموضوع، وقال أنه حتى مع زوجته أي والدة اللاعب ما بيتكلم معاها في الموضوع. عموما رد وردة وتبريره ما أقنع الغالبية اللي مخلية الهاشتاج ترند للآن، واللي من عبره بيهاجموا اللاعب بشكل كبير، وكثار منهم قالوا أنه مريض بحاجة لعلاج. ومو بس اللاعب على فكرة اللي تهاجم، فكثار هاجموا مشاهير شافوا أيضا أنهم دعموه من قبل ودافعوا عنه، زي اللاعب الشهير محمد صلاح اللي طلب نعطيه فرصة ثانية مثلا، وتعرض بعضها لهجوم كبير وصل حتى للصحافة الأجنبية. وكثير ناس كمان اتطرقوا لما سموه ازدواجي المعايير، وقعدوا يناقشوا كيف عمرو وردة مع كل هذه الاتهامات اللي بتوجه له بشكل متكرر لسه عنده شغل وحياته. لكن لو كانت هذه الاتهامات أو مثل هذه الاتهامات وجهت لفتاة مثلا، كانت ردة فعل المجتمع والناس وحتى المشاهير حتكون غير تماما. لكن على فكرة كمان خلونا نوضح شغلة، إنه كان في ناس في صف عمرو وردة ودافعوا عنه. نتابع.
وإلى جانب كل هذه التعليقات ونقاش الموضوع بجدية، ترى في ناس كثيرة كمان حولت الموضوع لمادة للتنكيت والفكاهة، وصاروا بيعملوا كوميكس وميمز ويعلقوا من خلالها على أزمة وردة الجديدة. إحنا طبعا ما هنعرض هذه الجزئية احتراما لضحايا التحرش بشكل عام في أي مكان والمتهمات في هذه القضية لعمر وردة، بس على العموم خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. معنا من القاهرة عبر تطبيق زوم نادين أشرف، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة صفحة Assault Police على إنستغرام والمدافعة عن ضحايا العنف الجنسي. أهلا فيك معنا. نحن واحدة من الأشياء اللي تكلمنا عنها وطرحناها اللي هي ازدواجية المعايير. نحن سمعنا عن بنات صارت لهم قضية أو نشروا شيء أو وضعوا شيء وتماما انتهى مستقبلهم وانتهى عملهم وما إلى ذلك. عمرو وردة الاتهامات متكررة وعادي. بالضبط، احنا يعني شايفين مشكلة في ازدواجية المعايير يعني مش طبيعية عندنا في المجتمع العربي كله. لما اي ست تعمل اي حاجة المجتمع مش راضي عنها، مع انها حاجات تبقى معظم الوقت ليها علاقة بجسمها اصلا، سواء مثلا لبسها، حريتها في انها مثلا ترقص، بتلاقي المجتمع يعني بيهاجمها بشدة، يعني ما بنشوفهاش، ما بنشوفش اي دفاع عنها، ما بنشوفش اي دعم. بنلاقي كلام كتير زي العادات والتقاليد وخدش الحياء، كلام كتير كده. بس ما بين في مثلا حد زي عمرو وردة متهم تحرش مش مرة، لا مرتين وأكتر كمان، وكل مرة ستات مختلفة كتيرة زي ما حضرتك قلتي قبل كده، متهم بالتحرش بزوجات زمايله في منتخب البرتغال، واحدة صحفية في اليونان، أيوة. عرض ازياء مرهان كالر يونان المكسيكي. بس هل تعتقدي هذا الشيء لانه عمرو وردة رجل والرجل المجتمع بيقبل له انه يعمل هذه الاشياء ويشوفها انه والله لا يعني هو شخص كده قوي ورهيب، ولا لانه كمان مشهور؟ للاسف الاثنين، ان احنا عندنا طبعا ازدواجيه في المعايير بين الرجاله والستات. حتى لو الراجل ما كانش مشهور اساسا، عندنا بنبص للست ان هي لو في اي حاجه خادشه للحياء على الست تبقى اقوى بكتير، وما بيبقاش في اي دفاع خالص عن عنها. لكن لما يكون راجل في الموضوع بنقول ده شاب وغلط. دي كلمه سمعناها كتير قوي طبعا بعد لما موضوع وردة طلع، شفنا ناس كتير جدا مشاهير طلعوا ودافعوا عنه وقالوا ده شاب صغير، الشباب بيغلطوا. بس ما بنقولش نفس الحاجه ابدا لما بتكون بنت. حتى لا، وفي كتير ناس طلعوا في الازمه هذيك تحديدا وتكلموا عن الستر. كان في تكرار كثير لموضوع مبدا الستر. كيف بتشوفي هذول المشاهير اللي بيدافعوا؟ ما بنسمعش كلمة الستر دي تماما لما بيحصل اي يعني فضيحة مثلا، ويكون فيها واحدة ست محدش بيدافع عنها، محدش بيقول استروا، بالعكس بنقول العكس تماما، بنقول دي حاجة فاضحة، دي واحدة المفروض تتحاسب، دي ودي. والغريب انه لما بيحصل كده مع ست، الناس اصلا المواطن العادي بيبقى مكسوف ان هو يتكلم، مكسوف ان هو يرفع صوته. بس لما يكون راجل مشاهير يعني عندهم صوت عالي جدا ومؤثرين جدا في العالم العربي، ما بيبقاش عندهم مشكلة خالص ان هم يطلعوا ويتكلموا ويدافعوا، وتبقى حاجة يعني محبطة جدا. واصلا الواحد ما بيكونش فاهم ازاي شخص مؤثر ومشهور زي ده ما عندوش مشكلة ان هو يدافع عن حد يعني متهم بالتحرش عادي. الحاجة لانه لازالت الفكرة انه خطأ من هذا النوع معيب للمرأة لكنه مش معيب للرجل. طبعا طبعا طبعا. وجزء تاني مهم جدا، ان احنا بنشوف اصلا الجرائم اللي ضد الستات، اللي فيها عنف ضد الستات، جرائم من درجة تانية يعني بنشوفها كجرائم بجد. بنشوف مثلا وقت ما الحاجات طلعت السنه اللي فاتت على عمرو وردة، كان وقت بطوله افريقيا، فشفنا دي كجرايم، مش بنشوفها كجرايم بجد. دي حاجه درجه تانية جنب البطوله، دي بطوله افريقيا يا جماعه، دي حاجه اهم بكتير. مش بنهتم جدا بالجرايم اللي ضد الست اصلا، بالنسبه لنا مش جرايم بجد. اي، وانه التحرش مش زي الاغتصاب، مش زي القتل، كل هذا الكلام. طب بتشوفي التنكيت في هذا النوع؟ يعني شفنا تنكيت كثير على موضوع عمرو وردة، هل هو مقبول في هذه المواضيع؟ للأسف احنا عندنا في العالم العربي وفي مصر خصوصا الميمز والهزار جزء من تعبير الشعب عن نفسه. فلما بنشوف تنكيت كتير جدا بطريقة مش طبيعية عن قضايا التحرش، مش عمرو وردة بس، ده بيقولك قد ايه بالنسبة لنا الموضوع بقى عادي وقد احنا متعودين عليه.
الموضوع ما بقاش جريمه بالنسبه لنا، الموضوع بقت حاجه بنهزر فيها، بصوا ده شاب طايش مش عارفه ايه. بس في نفس الوقت لما بيكون نفس الـ الافعال مثلا او نفس الليفل بس ست هي اللي عملته، ما بنشوفش تنكيت خالص، احنا بنشوف على طول لا يلا ناخد قرار، يلا نحبس الشخص ده، لا ده شخص عمل حاجه حرام، لا 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 لا. بس حتى الراجل لو عمل جريمه بنهزر في الموضوع، مش بناخده بجديه اساسا. فالازدواجية هنا تاني يعني. أي لا، شفنا حتى في بعض مثلا الجرائم مثلا الاغتصاب حتى وكذا بيصير حتى في تنكيت عليها، ومثلا خصوصا لما الرجل خلينا نكون صريحين مثلا وسيم وكذا، الناس بتاخدها عادي، يقول لك طبيعي، يقول لك طبيعي، ومش بس كده يقول لك لا ده اغتصاب ازاي، ده مش محتاج يغتصب حد، ده وسيم جدا، ده مشهور، ده معاه فلوس، ده اكيد هي اللي بتقول كده بس عشان هو معاه فلوس وهي عايزه تاخد شويه شهره. بنسمع الكلام ده كتير للاسف. طيب. مع ان يعني كلام ملوش ايه، بس غير كده يمكن كمان كنت نادين حابه اتكلم معك على موضوع تاني شفناه في التغريدات اللي هو لوم البنات. في كتير قالوا انه طب شوف هي ايش لابسه، شوف هي ايش عامله، حاجة يعني حاجة تكسف جدا لما الناس تبدأ تقول كده، عشان لو أي حد أصلا خد لحظة إن هو يقرأ بحوث من مئات البحوث اللي بتعمل على مشكلة التحرش في العالم العربي وبره، بتعرف إن اللبس فعلا فعلا الأرقام بتقولك إن اللبس ملوش أي علاقة بالتحرش. فإحنا لحد دلوقتي بنرفض إن إحنا نتعلم، بنرفض إن إحنا نفهم أساس المشكلة، وبنقول على طول ده لبس البنت، هي دي غريزة الراجل، هو ما قدرش يستحمل، هو ما قدرش يمسك نفسه. كل جرائم التحرش، كل جرائم العنف عبارة عن إن الشخص عايز يفرض قوته على البني آدم اللي قدامه، ملهاش علاقة بالجنس، ملهاش علاقة بالغريزة خالص، كلها عبارة عن أنا أقوى وأقدر أوريك إن أنا أقوى وأعمل حاجة أنت مش عايزاني أعملها. طيب، على هذا التحليل النفسي المهم نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كانت معنا من القاهرة عبر تطبيق زوم نادين أشرف الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة صفحة أسولت بوليس على إنستغرام. شكرا لك مشاهدينا، أنا أعود وألقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. عطلة نهاية أسبوع سعيدة، الخميس الونيس الجميل، استمتعوا فيه.